علاقات وطيده تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند وتشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات تعددت الزيارات الرسميه المتبادله بين مسؤولي البلدين مما اضاف زخما كبيرا لهذه العلاقات بين القاهره ونيودلهي علاقات وطيده تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر والهند وهو ما عكسته الزيارات الرسميه المتبادله بين البلدين حيث اعطت تلك الزيارات مزيدا من الزخم في العلاقات، ففي اكتوبر عام 2015 كانت اول زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند لحضور قمه منتدى الهند افريقيا والتي عقدت في العاصمه نيودلهي، وعلى هامشها كان لقاء الرئيس السيسي برئيس الهند السابق برناب مخرجي، فكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائيه وتعظيم التعاون الاقتصادي والسياسي ابرز ما تناوله اللقاء. وفي العام 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة للعاصمة نيودلهي استجابة لدعوة الرئيس الهندي برنام مخرجي حيث عقد الزعيمان مباحثات قمة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فضلا عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ولا سيما في ضوء التحديات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وفي العام 2022 أرسلت الهند وزير خارجيتها إلى مصر لتأكيد ما تم الاتفاق عليه والتباحث بشأنه خلال لقاءات القمة للرئيس السيسي والرئيس الهندي فكانت مباحثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الهند في ذات الإطار وعلى رأسها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين وتأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي ستترأسها الهند في الدورة الراهنة لمدة عام فشاركت مصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثل قادة الدول والحكومات بمدينة أوديابور الهندية لوضع خارطة طريق لاجتماعات المجموعة العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات عكست حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات الرفيعة المستوى فضلا عن الدبلوماسيه المصريه الجاده لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القاره الاسيويه بما في ذلك الهند